كانش عنده موهبة كرة القدم وكان فقير، استغل القدرة الجسمانية اللي عنده، قدرة القيادة، انه بقى من افضل لعيبة في العالم. ان انت ما تسلمش ابدا ان في نقاط قوة وضعف، انت شغلتك انك تستغل نقاط القوة في التغلب على التهديدات، على نقاط الضعف، والفرص اللي عندك تتغلب على التهديدات. طب ايه الكلام الجميل ده؟ قال لك اسمها توز اناليسيس. هي نفس افرع، نفس الافرع بتاعت سوات. هي سوات، هي توز، هي نفس افرع سوات. بس عامله ازاي بقى يا شباب؟ عامله ان انت بتستغل، اكتبوا بقى معايا كده. الاستراتيجيه الاولى هي اسمها ماكسي ماكسي. يعني ايه ماكسي ماكسي؟ ان انا بستغل نقاط القوه اللي عندي في تعزيز الفرص. يعني هي عندها على طول نوريهان مثلا في المجله بتاعتها نقاط قوه، القدره على التعلم والقدره على التواصل. بتستغل قدرتها على التواصل على طول، في التواصل مع الجهات الحكوميه والجهات اللي هي المعامل واللي هي بتجمع منها المعلومات، ما اعرفش، والجامعات المختلفه. فهي بتستغل نقاط القوه اللي عندها، القدره على التواصل، القدره على التفاوض، في تعزيز الفرص اللي عندها، في استغلال الفرص من الاخر. فانت عندك فلوس على طول استثمرها، عندك موهبه على طول استغلها في الفرص اللي عندي. طيب هنا لو ايديتا، ورجعنا لمثال ايديتا بتاعت مولتو، تستغل ان عندها معدات وتكنولوجي على طول في قدره التغليف وتعزيز الجوده اللي عليها تصدر. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا جدا، الاستراتيجيه الثانيه، استراتيجيه اسمها ماكسي ميني، وهي استغلال نقاط القوه في التغلب على التهديدات. شوف، لاحظت انت بقى بدات تستخدم ايه؟ قوه مع فرص، وقوه مع تهديدات. فانت دلوقتي بتستغل نقاط القوه بتاعتك في التغلب على التهديدات. يعني ايه الكلام الجميل ده؟ مش هي نوريهان عندها قدرة كوميونيكيشن في مشكله استاذ حضرتك، بتقابلها في ان انا استغل النقاط اهي؟ يبقى نكتب مع بعض الاستراتيجيه الاولى ماكسي ماكسي. يعني ايه ماكسي ماكسي؟ استغلال الفرص، استغل نقاط القوه اللي عندي في تعزيز، تمام، ان انا عندي نقاط قوه على طول بقى معايا فلوس وفي استثمار استثمر، عندي تكنولوجي انتج. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه والمهمه جدا، ميني ماكسي. يعني ايه ميني ماكسي؟ ان انا ازاي اتغلب بالفرص. طب انا عندي فرص تشجيع الدوله على التصدير، ونقاط الضعف اللي عندي مثلا العامل البشري ضعيف، يبقى اخد فلوس من الدوله بتدريب وتطوير العامل البشري. عندي اماكن التمويل كتيره، يبقى انا اخد فلوس منهم واقدر امول المطابع اللي تقدر تديك جوده عاليه. دي استراتيجيات اللي بتخلق منها بعد كده التخطيط الاستراتيجي. سؤال يا دكتور، بتقول ازاي اقدر احدد ان نقاط القوة مش هتتحول لضعف؟ في حالة، برافو عليك، السؤال ده مهم جدا. الرؤية بتاعتك اللي بتحدد. يعني ايه؟ انا عندي نقاط قوة، اللغة الانجليزية شاطر قوي، لكن ما اقدرش اشتغل اتش ار مانجر لابل في امريكا. ليه؟ الانجليش بتاعي مش قد الحتة دي، فتحول لضعف. يبقى الرؤية بتاعتك هي اللي بتوجهك شكل نقاط الضعف ايه، وشكل الفرص والتهديدات ايه، ونقاط القوة ايه. انا كده السؤال الجواب صح، ولا انتوا عايزين ايضاح اكتر؟ لا تمام، هي كده الفكرة وصلت. تمام، متشكر. اضمن ان القوه، نقاط القوه برضه ما تحولش الضعف، ان انا استغلها. شاطر، قلت انك شاطر في الانجليش، على طول ابعت الكات واعمل كوميونيكيشن والمراسلات فيمارس عندي الانجليش ويعمل من براكتسنج عندي في المجله بتاعتي. هنا ما تحولش الضعف. لكن امتى تبقى ضعيف فعلا بقى؟ من الاول خالص، ولا تصلح الرؤيه بتاعتي اللي بتحدد. هو الفكرة، أنا كنت سأل السؤال ده، بس الفكرة أنا عاوز أعرف إزاي أحددها هي فعلا ممكن تتعرض أو ممكن تتحول لأنها نقاط ضعف أو تسبب لي ضعف ولا لأ. يعني إزاي أنا أفصل ما بين نقاط القوة والضعف؟ انت بتسال نفسك سؤال وانت بتحدد. الاول عشان احقق الرؤيه بتاعتي في ميشن، رساله انا مطلوب مني مثلا. عشان الرؤيه بتاعتك ايه مثلا؟ قولي كده رؤيتك. بالنسبة لإيه؟ رؤية إيه؟ رؤية زي ما حضرتك طلبت يعني؟ مثلا الفيجن إن أنا أكون، الفيجن مثلا يعني اللي أنا كنت كتبتها لحضرتك قلت 10 دقايق وكده،
اني اكون نايب في مستشفى رويال ناشونال اورثوبيدك في يو كي بحلول 2030 مثلا بعد تاخد 10 دكتور؟ سنين. انا في طب بشري، دكتور باشا عايز تبقى ايه؟ نائب في مستشفى رويال ناشونال اورثوبيدك في يو حلو كي. جدا. انت عندك ايه نقاط القوه داخلك تساعدك انك تبقى النائب؟ مع اول حاجه نقول نقاط الضعف، انت ما عندكش الخبره تمام ولا معاك الشهاده اصلا ولا تمام معاك الشهادات الاحترافيه والامتياز، دي نقاط ضعف. خلي تمام بالك لما تقولها يبقى انت شاطر اصلا كده، انت عرفت تتحرك على ايه. بالظبط. طب نقاط القوه عندك ايه؟ ان عندي خلفية قوية عن البيزكس في الميديكال ريسيرش. لا ما تساعدكش الخلفيه اللي عندك، ما تساعدكش تبقى النائب، لكن تقول انا اوريدي طالب في كليه الطب، ده اول خطوه ابقى نائب. تمام رقم اتنين، انا عشان ابقى نائب ابقى عندي قدره التعلم. تمام في ناس يا شباب بتبقى داخله طب وبتطلع دكتور وبتطلع كده ما عندهاش قدره تعلم غير اللي اتعلمته في الكليه وخلاص، ده لا يبقى نائب ولا يبقى دكتور محترف. فتقول انا عندي قدره تعلم وقدره تغير، لو دي جواك اقول لك تساعدك تبقى نائب، لكن تمام خبرتك الحاليه والخلفيه الحاليه لا تصلح تبقى نائب. تمام فده السؤال انت بتكشف عليه الاول كده، تحطها هل سؤال واضح وتبقى assertive، تساعدني ولا ما تساعدنيش؟ والله هتساعدك. طب انت مثلا شغلك جنب البيت، اقول لك نقاط القوه عندك ايه؟ تقول لي والله الشغل جنب البيت دي الفرص. نقاط القوه عندي عربيه 28. طب الشغل بعت، ال 28 تبقى نقاط قوه؟ الله. برافو عليك، تبقى ضعف. الرؤيه اختلفت، الاحتياج اختلف. انت نفسك لما تخلص طب وتبقى عايز تبقى نائب، تقول بكالوريوس الطب في اللحظه دي، في اللحظه دي بقى نقاط ضعف، انه لوحده لا يمكن يساعدني على الحصول على دكتوراه. انا بناء لازم سنوات امتياز وشهادات صوتيه عديت بكذا مستشفى، فلا يمكن تحط لك قوه مع بكالوريوس الطب. تمام ده كويس جدا جدا جدا. طيب تمام هو انا عرفنا كده. طب انا دلوقتي عندك الليرنينج ابيلتي، تقول لي والله عندي ابيلتي نقطه التعزيز للقدرات اللي عندي. هنخش دلوقتي وهنتكلم على الهيومن كابيتال او الاتش ار. حد عنده خلفيه عن الاتش ار؟ لو حد عنده اي خلفيه عن اداره الاتش ار يقول. زمان كان في اداره اسمها اداره شؤون العاملين in English personnel. personnel هي اداره مسؤوله عن الموظف الجديد، تاخد ورقه تأمن عليه وتدخله الاداره بتاعته. لما حصل توسع في الشركات بقت في حاجه اسمها شركات مالتي ناشونال وشركات جلوبال، حسوا باهميه العامل البشري وقال لك ان العامل البشري هو السبب الرئيسي في نجاح المنظمة أو انهيارها. اليابان اللي كانت خارجة من حرب عالمية وألمانيا اللي كانت خارجة من حرب عالمية تكاد تكون مدمرة، قامت تاني على رجليها وبقت من أقوى دول العالم في التكنولوجي والاقتصاد ليه؟ عشان عندها العامل البشري اللي يقدر يقوم بالمنظمة. العامل البشري بالنسبة للدولة في أمريكا مثلا، تخيل أمريكا قدرتها في الحياة في إيه؟ تقدر فقط تستحوذ على العامل البشري، ان هي توفر له كل وسائل الراحه عشان يبدع، وسائل التدريب والتطوير عشان ينتج وعشان يطور في الشركه، توفر له المرتب العادل اللي يضمن له حياه كريمه. كان احد المهندسين المصريين، انا كنت شفت اللقاء ده وانا صغير، كان عايش في امريكا واخد لقب ابرع مهندس العالم، تخيلوا. فكانت المذيعه بتساله هو انت ابرع مهندس في العالم؟ طب بالنسبه لمصر ما عملتش كده ليه؟ قال لها انا اول ما وصلت امريكا وامنوا بالموهبه بتاعتي قالوا لي انت محتاج ايه؟ لو محتاج فيلا هنجيب لك، ابنك يخش هندسه ندخله لك، المهم انت فاضل مع عملك فقط. هو ده الاتش ار. هنا بقى قال لك لا ده الموضوع مش بيرسونال بلم الورق وادخله، ده هو لازم اعمل له اداره من الاول خالص وكيفيه التوظيف في الموارد البشريه.
طب ازاي دي تتعمل؟ قال لك غيروا قسم اداره البرسونال الى اداره الموارد البشريه هيومن ريسورسز. ايه هي هيومن ريسورسز؟ قال لك هي الاداره المسؤوله عن توظيف ريكروتمنت، اداره الريكروتمنت او قسم الريكروتمنت. لازم تبقى عارفين ان الاداره هي الاداره الكبرى، القسم هو قسم فيها، اداره الاتش ار فيها قسم التوظيف، الاداره الماليه في قسم المحاسبه طيب وقسم التطبيق. قال لك تحول كلمه بيرسونال لهيومن ريسورسز ديبارتمنت. الله دي مهمه جدا جدا جدا، ان انا يكون عندي اداره مسؤوله عن رقم واحد التوظيف. يعني الموظف عندي من الاول خالص قبل ما يجي الشركه لازم اعرف المعايير المتطلبه للقيام بالوظيفه والمهام اللي هيعملها في الوظيفه، وعشان كده اقدر اعينه بالطريقه المثلى. فلو عرفت المعايير والمهام اللي هيعملها اقدر اعينه بطريقه صح. ده رقم واحد. رقم اثنين، اعمل خطه توظيف عشان اقدر اعرف اعينه امتى. ده كل ده لسه بكلمكم في اداره اسمها الريكروتمنت اند سلكشن، قسم في الاتش ار اسمه ريكروتمنت اند سلكشن. طب بعد كده قالك بعد كده بتعمل حاجه مهمه جدا، عمليه الهايرنج، ازاي انا اعين الشخص الصح في المكان الصح عن طريق اعلانات التوظيف. بعد عملية إعلانات التوظيف اللي حضرتك بتعملها، بعد تعين خلاص، إن أنا أعمل أستقطب بقى الموظف وأعمل له المقابلة الشخصية اللي أضمن بيها إن هو أنسب حد للوظيفة. بعد المقابلة الشخصية بعمل حاجة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي عملية الأونبوردينج، ألا وهي اللي هي إيه يا شباب؟ التوجيه والإعداد. الإدارة الثانية اسمها إيه؟ أو القسم الثاني اسمه إيه؟ قسم التدريب والتطوير، Training and Development. القسم ده مهم جدا جدا جدا. القسم ده بيتكلم في إيه؟ لما حضرتك تعرف إن في جاب أو فجوة في الأداء في الموظفين اللي عندك، فبديهيا حضرتك بتقول الناس دي عايزه تدريب وتطوير. حتى انت قلت والله احنا عايزين نعرف الوظائف عامله ازاي، سوق العمل عامل ازاي، عليها بدات تقولوا ايه هي المهارات اللي انتوا عايزينها، بدات تحضروا في سوبر ستودنت. ده القسم الثاني اسمه تريننج اند ديفلوبمنت. الاداره الثالثه اسمها ايه؟ اسمها performance management، اداره الاداء. يعني ايه اداره الاداء؟ بس اعمل شير سكرين لحظه. يعني ازاي اقيم الموظفين تبعا للاداء المطلوب منهم. اهي. والإدارة الأخيرة أو القسم الأخير هو قسم compensation benefits التعويضات والمزايا. طب تعالى كده ناخد قسم نتكلم عليه. القسم الأول اسمه التالنت. بصوا اتحول recruitment، قسم recruitment and selection، لقسم اسمه التالنت acquisition، استحواذ المواهب. ايه استحواذ المواهب ده؟ قال لك هي قدرة المنظمة في عملية استحواذ المواهب والإبقاء عليها. ما بقاش ريكروتمنت بس، لا، لأن أنا أبدأ أعمل تحليل وظيفي ووصف وظيفي وأنتقي وأعمل أون بوردنج صح عشان أقدر أحتفظ بالموظف. زي ما إحنا شايفين البروسيس والإجراءات المتبعة في التوظيف التالنت اكوزيشن، قبل بده بيحصل حاجه اسمها تحليل وظيفي، جوب اناليسيس.
اللي عليها بطلع بمنتج اسمه جوب ديسكريبشن. مثال في المستشفى عند الدكتور اللي كان بيتكلم، للاسف مش فاكر اسمه، عايز يعمل تحليل وظيفي لممرضه، فيبدا الاول يسالها انت بتعملي ايه، المهام اللي بتقوم بيها اسبوعيا وشهريا وسنويا، شكل التقارير المقدمه للدكتور او رئيس التمريض. فيبدا يقول لي خلي بال حضرتك دي هي عايزه مش اقل من 10 سنين خبره عشان تقوم شغلها. فانت هنا مش بس حددت المهام، حددت كمان شكل الموظف اللي هيقوم بالمهام. يبقى الجوب اناليسيس، طبعا الماتيريال اللي بعتمد فيها كل ده، الجوب اناليسيس هي عمليه تحليل الوظائف علشان اقدر اعرف هي الوظيفه كمهام مسؤوليات، هي الوظيفه كمتطلبات فقط. بعد كده بعمل اعلان الوظيفه، خلاص انا عرفت انا عايز ايه، انا عايز ممرضه 10 سنين خبره حاصل على بكالوريوس تمريض، واكتب كل حاجه، اعمل اعلان. اول ما بتجي الاعلانات بعمل حاجه في اسمها فلتريشن اند سيلكشن، بعمل فلتريشن سكريننج لفلتريشن سكريننج السيفيهات، بيظهر لي شكل السيفيهات اللي انا عايز اعمل لها مقابلات وتنفعني من حيث الخبره، من حيث الشهاده. فببدا اعمل حاجه حلوه جدا، بعد ما بعرف انا عايز ايه ببدا اتصل بالناس عشان اعملها مقابله. فبعمل المقابله، ودي بتسمى بول اوف كانديديتس. بول اوف كانديديتس يعني سيفيهات كتيره بتجيلي. اول ما بعمل مقابله، اول ما بجيب سيفيهات، يعني مثلا جالي 1000 سي في، لقيت 50 سي في بس اللي ينفعوا اسمهم شورت ليستد، الناس شورت ليستد، الليست الاولى اللي هقدر اقابلها. طب بعد كده بعد الشورت ليست هي معايا مقابله اسمها مقابله الانيشال انترفيو، المقابله المبدئيه للموارد البشريه. بعد كده مقابله فنيه اسمها التكنيكال انترفيو. المقابله الاتش ار هو بيعمل المقابله عشان يعرف ان الموظف ده فعلا مطابق للمواصفات اللي احنا عايزينها كشركه ولا لا. المقابله الفنيه المقابله الاداره نفسها طالبه، يعني انا لو اتش ار وعين حد محاسب مش هساله في المحاسب اللي ما اعرفهاش، لكن بعمل مقابله الاتش ار بتاعتي واحوله للاداره الماليه تعمل المقابله. اوكي اديكم شايفين ان انا ببدا اول اعمل اعلان، فيجي لي 1200 موظف، انتقي منهم ينفع 200 سي في، هيوصل معايا لحد 50، بيعدوا مراحل انتقاء لحد ما نوصل 50. طب عرفنا تالنت اكوزيشن، هايرنج اند كيبنج ذا بيست بيبول في يور بزنس. طيب الورك فورس بلاننج بقى، خلاص انا عرفت اعمل جوب ديسكريبشن، جوب سبيسيفيكيشنز، ازاي اعمل تخطيط قوى عمل؟ قال لك في طريقه لتخطيط القوى العامه اسمها الريشو اناليسيس، يعني بعرف مثلا انا عندي كام دكتور هيغطي كام ورديه. والله انا عندي دكتور مثلا يغطي 10 سراير مثلا، عذر كام سرير، الدكتور يغطي 10 سراير والمرضى مثلا 20، يبقى انا لو هتوسع في عدد السراير هتوسع بعدد الدكاتره المعرضات. الريشو اناليسيس وهي العلاقه بين متغيرين. طيب في طريقه ثانيه للورك فورس بلاننج اسمها ترند اناليسيس، يعني توجهات دوله، توجهات دوله في التوظيف. مثلا ايام الثوره كان في مشاكل كثيره في الجراحه والاصابات، فعلى طول بيحصل ترند احتياج للدكاتره. مثلا عندك في قطاع الانشاءات بيحتاجوا في الصيف ناس كثيره عشان يشتغلوا في الانشاءات. بعد ما اعمل ورك فورس بلاننج ببدا اتصل بالكانديديت ده كله، ده انا بتكلم في قسم واحد اسمه التالنت اكوزيشن. بتصل بحد او موظف اللي انا هعمل المقابله، واسمه هنا كانديديت يعني مرشح للوظيفه. بعد ما اعمل له ترشيح واتصل بيه خلاص وهجيبه واعمل له مقابله، بشوف طبعا شكل المقابله، بجيب التليفون واعمل المقابله. قال لك انواع المقابلات الشخصيه اربعه، في انواع كتير بس اهمهم اربعه. النوع الاول اسمه بيهيفيرال انترفيو،
يعني ايه بيهيفير انترفيو؟ يعني المقابله السلوكيه، انك بتسال اسئله في الماضي بتعرف هو كان عنده قدره يتعامل مع المواقف الصعبه ولا لا. زي مثال، اقول مثال، بسال احيانا الكانديديت المرشح واقول له ايه رايك؟ احكي لي كده على موقف عرفت توصل فيه معلومه معقده لحد بسيط الفهم. قول لي كده لما اختلفت مع حد في الراي عرفت ازاي. هنا انا بشوف قدرته على الكوميونيكيشن، وهي عمليه التواصل والتواصل فعال. النوع الثاني اسمه سيتويشنال انترفيو. كلمه سيتويشنال انترفيو وهي عمليه المقابله الموقفيه مش السلوكيه بقى. سيتويشنال انا بحطك في مستقبل او بحطك في موقف مستقبلي، فبقول له قول لي كده لو حصل اضراب في المصنع وانت راجل مدير هتعمل ايه؟ اضراب بين الدكاتره انت هتعمل ايه؟ دي تسمي يا شباب سيتويشنال انترفيو. ها لحد دوس لحد عنده اي سؤال؟ لو عنده سؤال برضه يسأل على طول. حد عنده اي سؤال؟ بس السيتويشنال انترفيو ده بيبقى من ضمن الريكروتمنت وسيلكشن يعني، او اللي هو التالنت طبعا. ايوه حضرتك دلوقتي القائم المقابله الشخصيه في الاتش ار، انا بقول ان اداره التوظيف عليها انها تجيب للكانديديت وتدخله الاداره والكانديديت الانسب. فلما باجي اعمل مقابله سيتويشنال او بيهيفيرال بعملها بنفسي كاتش ار للكانديديت. تمام. سواء كانت سيتويشنال او بيهيفيرال. بيهيفيرال بتسال اسئله في الماضي، سيتويشنال اسئله مستقبليه. حد واضح؟ بالظبط. حد عنده اي سؤال؟ اي سؤال؟ النوع الثالث اسمه ستريس انترفيو. ستريس انترفيو يعني ايه؟ يعني المقابله تحت ضغط. مش احيانا يقول لك ايه لما تتسال في المقابله الشخصيه ممكن يضغطك بسؤال ما تبينش انك عصبي؟ هي دي اسمها ستريس انترفيو. وهي بتتمثل في ايه؟ ان انا بسال اسئله مستفزه عليها الجانب اللي قدامي مستفز فيبان عصبيته قدره ملائمه الوظيفه. مثال، انا مثلا بسال اقول ايه كراجل دكتور بشري، فانا بيقول لي اوكي في الشركه انا بشوف مدى عصبيته وقدرته على التحمل. يعني انت فعلا لما تحضر اي مقابله لو سالك اي سؤال مستفز اوعى يبان كبادي لانجوج انك اتعصبت. ما تهزش ايدك، ما تهزش رجلك، ما تغيرش نظراتك، لو بتبتسم ما تغيرهاش، ما تغيرش وضعيه جسمك. ده كله بيعكس ان انت فعلا اتعصبت. طيب لما تيجي برضه تسال سؤال، انا بقول لكم بقى نصيحه الاتش ار اللي عايز يخش مقابلات شخصيه بعد كده. قبل اي حاجه لما تروح اي مقابله شخصيه بتقرا عنها كويس جدا، عن الشركه كويس جدا جدا جدا، اللي هي المنافسه بتاعتها بتنافس فين، ايه المنافسين بتوعها، ايه الصناعات بتاعتها، التحديات اللي بتقابلها، كل حاجه. روح كده وعرفت ان انت انترستد جدا تقدر المقابله وعارف الشركه وعايز تقابل في العمل. رقم واحد. رقم اثنين، لما يسألك سؤال قبل ما تجاوب لازم تعرف مغزى السؤال ايه. ولما تعرف يعني مثال، مثلا انا قلت لواحد قول لي كده لو عندك سبورتنتس او واحد مرؤوس عصبي، انا مش بشوف ازاي اتعامل معاه على قد ما اشوف ازاي هيحتوي ويطلع منه الانتاجيه المتطلبه. فالليدر الصح يقول لي انا لازم اكون قريب من الناس بتاعتي،
لازم يكون فيها طموح واتجاهاتهم ايه.